مساء الخير مشاهدينا الأفاضل، يتجدد موعدنا معكم اليوم مع حلقة جديدة من برنامج الحصاد الأسبوعي لوزارة الدفاع. معكم حنين حسناوي، والبداية إلى أهم العناوين. القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع يعلنان إطلاق العمل لمشروع تأهيل نادي ضباط القادة في بغداد. رئيس أركان الجيش يزور الكلية العسكرية الأولى. نائب قائد العمليات المشتركة في دائرة تلفزيونية جمعته بقادة العمليات في عموم محافظات البلاد. قائد القوات البرية يزور قاطع قيادة عمليات الجزيرة. معاون رئيس أركان الجيش دلميرا يجري زيارات ميدانية. الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على عنصرين اثنين من عصابات داعش الإرهابية في محافظتي بغداد ونينوى. ومن العناوين إلى التفاصيل، أعلن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد محمد شياع السوداني ووزير الدفاع السيد ثابت محمد العباسي يوم السبت الماضي إطلاق العمل في مشروع إعادة تأهيل وتطوير نادي الضباط القادة وسط العاصمة بغداد، وجرى ذلك بحضور السيد رئيس أركان الجيش وقادة الأسلحة والصنوف ومدير المديريات وكبار الضباط في وزارة الدفاع. زار السيد رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله الكلية العسكرية الأولى، وفور وصوله قدم أمر الكلية العسكرية إيجازاً عن مراحل الإعمار، ووجه سيادته بسرعة إكمال التحضيرات اللازمة وتهيئة الشؤون الإدارية من كافة النواحي. ترأس نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن الدكتور قيس خلف المحمداوي اجتماعاً موسعاً عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، وذلك مع قادة العمليات والشرطة والأجهزة الأمنية والاستخبارية، وقد أكد سيادته على أهمية العمل الاستخباري ووضع الخطط الأمنية الرصينة لجهة إنجاح زيارة الإمامين العسكريين عليهما السلام. زار قائد القوات البرية الفريق الركن قاسم محمد صالح المحمدي قاطع عمليات الجزيرة، إذ بدأ زيارته بتفقد النقاط والربايا المفتوحة على طريق بيجي حديثة ضمن قاطع مسؤولية الفوج الأول، ولقد أجرى القائد جولة استطلاعية جوية يرافقه قائد عمليات الجزيرة تفقد خلالها قاطع المسؤولية وصولاً إلى الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات صلاح الدين. أجرى معاون رئيس أركان الجيش للميرة الفريق حميد عناد زيارة إلى آمرية مواقع المنطقة الوسطى، وعقد فور وصوله اجتماعاً مع ضباط الآمرية جرى خلاله تقديم إيجاز مفصل عن عملها بعمليتين منفصلتين، واستناداً إلى معلومات استخباراتية دقيقة لشعبتي الفرقة 16 و17 التابعتين إلى مديرية الاستخبارات العسكرية، ومن خلال كمينين محكمين أحدهما في بغداد والآخر في نينوى أسفر عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين للقضاء العراقي في أحكام المادة 4 إرهاب. برعاية ومتابعة معاون رئيس أركان الجيش للعمليات الفريق درع الركن قاسم جاسم نزال المالكي افتتح قسم التدريب شعبة اللغة الإنجليزية في دائرة العمليات، وبالتعاون مع مدرسة الحاسبات الدورة التطويرية للغة الإنجليزية المكثفة الأولى لهذا العام بمشاركة عدد من الضباط والموظفين. أقامت مديرية التدريب البدني وألعاب الجيش بطولة ماراثون الجيش العراقي طريق يا حسين الثالث التي أقيمت في محافظة كربلاء المقدسة، شارك فيها فرق القيادات والأسلحة والفرق والوحدات المختلفة وفرق الأندية العسكرية. نصل إلى نهاية حصادنا لهذا اليوم، شكرا لكم لحسن المتابعة، لا تنسوا أن تشاركونا آراءكم وتعليقاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة. أترككم في حفظ الله ورعايته.